الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحسد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي. عثمان بن شيبة عثمان بن صالح بن صالح أين هو؟ أخذنا الشيخ الحسد عن البغي. أخذنا البغي لم نأخذه. أخذناه. فين عثمان بن صالح؟ فين عثمان بن صالح؟ لا أخذنا شيبنا أنا أخذنا يابا حبيب شيخ أنا مريض خلاص وانا مش هذا الاخر ده استوعب من غير المرض شيخ. لا انت ما النصيحه يا شيخ احمد؟ رد على زحمه ثانيه اتفضل. قال المصنف رحمه الله: باب في النهي عن البغي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. عن الصباح بن سفيان من الثقات. قال اخبرنا علي بن ثابت. ما قال عن عكرمة بن عمار. عكرمة بن عمار لا ما ليس مع عكرمة بن عمار ما أعرف ما أعرف ما أعرف ده. قال عن ضمة بن جوس. مرة عين مرة عين في جهل نعم حافظ الطريق في جهل. قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه هريرة وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال علي بن ثابت هو ضعيف. علي بن ثابت ضعيف. قال سمعت رسول الله. قال أبو حاتم يكتب حديثه. قال ابن معين ثقة. قال أبو زرعة ثقة. قال الأزدي ضعيف. أبو حاتم ضعفه. وبعض العلماء يرون بأن علة الحديث ضمضم وعلي بن ثابت. علي بن ثابت الاختلاف فيه ولد. نعم. قول علي بن ثابت. لا ثقة. يوثق. الأزدي أصلا الأزدي لا يؤخذ ضعيفه فهم. وأما أبو حاتم هو متشدد وعندك الآن معتدل قال ومتشدد قال يعني معتدل قال بالتوثيق ومتشدد قال بالتوثيق. ابن معين قال ثقة وأبو زرعة قال ثقة لا بأس به. ثقة لا بأس به. ثقة بأصالة نفسه ولا بأس به على رسالة الضبط يعني هو حسن حديث أقل أحوال علي بن ثابت. إذن علة الحديث هو من؟ ضم الحديث أضم. قال أبو هريرة رضي الله عنه. معنى أصل الحديث أسف. معنى أصل الحديث الصحيح. نعم. أصل الحديث الصحيح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان. لحظة. أو الشيخ أشرف جزاه الله خيرا قال عكرمة لأن أنا زهدت عنه. عكرمة بن عمار العجلي قال في نوم الطرب. جزاك الله خيرا شيخ أشرف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخين فكان أحدهما متآخين. متآخين طيب متآخين لا عندي التسهيل طيب ماشي لا بس متآخين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات. قال حدثنا ابن علية. ابن علية إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم هو الذي قال لا أسمع لأحد لا أحل لأحد يقول ابن علية. والحق بأنه يعني عند التعريف يجوز ذلك. عند التعريف يجوز ذلك. أكثر المحدثين قالوا ذلك. طبعا إلا يعني من أئمة الهدى الإمام أحمد كان يقول إسماعيل بن إبراهيم ولا حتى لو ما عرفوا أحد فهو يقول إسماعيل بن إبراهيم. أما الشافعي فجمع بين المصلحتين من الفقه قال إسماعيل الذي يقال له ابن علي. قال عن عيينة بن عبد الرحمن. عن أبيه قال عن أبي بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة رضي الله عنه رابع حديث رابع حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم. امرأة لما قالوا له ألا تخرج معنا
قال إلى أين؟ قالوا إلى علي بن أبي طالب. من يخرج؟ قال طلحة الزبير. من عليهم؟ قالوا عائشة. قال لا، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. جزاك الله خير. هذا الباب باب مهم جدا، وهو الباب الذي فيه التألي على الله جل وعلا، باب النهي عن البغي هنا والتعدي، حتى التجاوز التعدي. وهنا شوف يعني قد أسأل سؤالا أريد منه يعني أنا ألمحت خلاص الإجابة، لكن أريد منه فهم أيضا ما العلاقة بين عقب الحديث الأول والتبويب. قال باب النهي عن البغي، ما علاقة الحديث الأول بالتبويب؟ أين البغي هنا؟ هل في النصيحة بغي؟ ما العلاقة بين التبويب والحديث الأول؟ نعم، ممتاز يا أستاذ أشرف، يعني هذه منها. هل التجارة على صنيف صاحبي؟ نعم صابر، أنا مجتهد تعدى بغير وبغير إيش؟ تعدى وبغى تكتب غير حكم عليه النار. هو طبعا المفروض هو هذا حكم عليه النار، هو البغي الأصيل هو هذا. ها؟ بس هذا هو الأصح. يعني انظر الى تهذيب التهذيب. الاخت مصدق جزاها الله خيرا قالت بغى ان تعدى عليه تجاوز قدره يتألم الله. نعم هو هذه، جزاك الله خيرا. هو لما قال له والله لا يغفر الله لك ابدا، هذا اعظم بغي، هذا اعظم التألي والتقنين. التألي والتقنين صحيح، ممتاز. بغي اصاله في انه اين ما كتبتهاش انت. نعم التقنيش من أحسن الله، جزاك الله خير، هذا صحيح. فإذا هذه العلاقة، فهنا سورة هذا الحديث العظيم، رجلان من بني إسرائيل متوخين يعني إيش؟ يعني إما نقول يسيران على طريق واحد أو متضادين، وهذا صحيح أنهما متقابلان، فكان أحدهما يعني على طريق الذنب، وهذه كلنا هذا الرجل، يعني صباح مساء يحدث منا هذا الذنب، ونسأل الله أن يغفر لنا زلات وسقطات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم من حق لا اله الا انت. فالغرض المقصود بان اولهم كان على الطريق السوي، وكان على وعشان لتعلم انه ليس كل مطيع مقبول وليس كل عاصي مردود بحال من الاحوال. مساله دائره على القلوب بحق، لانه كم من مطيع يدلي بطاعته على ربي جل في علاه ويمن على الله بما يفعل، وكم من عاص ينكسر قلبه بين يدي الله جل في علاه ويقول غلبته شهواته والله يا ربه يعظم. فالأصل في هذا لأنه لما قال أحدهما يذنب الذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. وهذا الأصل في الشرع، هذا الأصل في الشرع، لأن الإنسان قال إذا رأى أحدكم مكافر فلغيره بيده فلا مستطاع فلسانه فلا مستطاع فبقلبه. والأصل في ذلك بأنه شرعا لابد من إنكار كل مخالفة للشرع. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. قال فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبا عيسى عليه رقيبا. والحق هنا يعني قد نقول يعني ما الذي حدث، لما لم يقبل النصيحة؟ قد لا تكون على الرفق، ولذلك قلنا النصيحة لابد أن يكون لها ما لها من الضوابط الشرعية، كما فعل الله تعالى مع موسى عليه السلام عندما أمره أن يكون هينا لينا رفيقا بفرعون. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأصل بأنه الشدة لا تولد إلا الشدة، وقد يجحد المرء بالحدة التي تكون فيه النصيحة. فقال خلني وربي أبو عيسى عليه رقيبا، يعني وصل الأمر بينهما بأنه قال له الآن لست ربا ولا تحاسب، خلني وربي. لو قال الرجل له يعني أنا مأمور شرعا أن أبين لك ويمشي لنجا وأنجا، لكنه قال له متأليا، وهذا الحق أنه انتصار للنفس، هذا الحق انتصار. والغلبة كثيرة ما تكون بسبب الانتصار للنفس. إمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه لا ينتصر لنفسي. وهذا أصيل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فهنا الرجل في الظاهر أنه انتصر لنفسه، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا.
أو قال لا يدخلك الله الجنة فقبض قبض الله أرواحهما. هنا تقدم بين يدي الله جل في علاه وأنه قد أقسم على الله، لذلك في بعض الروايات قال الله جل في علاه من الذي يتألى عليه، تقدم على الله جل في علاه من الذي يتألى عليه، ثم قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرة، كيف تقول بأن الله لا يغفر لك أنت تعلم بي، وأيضا كيف تقول بأن لك أن الله لا يدخلك الجنة أنت كنت على ما في يدي الله قادر؟ قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرة، غفرت له وعذبتك أنت. فقال قبض أرواحهما واجتمع عند رب العالمين. فقال هذا مشاهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وهذا إنكار شديد في هذا الباب، لأنه تعامل معه كرب، نعوذ بالله من الخزدان، ونحن نتعامل مع الناس كأننا أرباب، وهذا الخطأ الذي نعيش به. وإن كانت النصيحة فالنصيحة خير من غير، يعني خير ما يمكن أن يقدمه المرء تعاونا على البر والتقوى بينه وبين أخيه. قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، لأنه تقدم بين يدي الله وعامل الناس على أنه رب من الأرباب، نعوذ بالله من الخزلان، يعني هو لا يحاسبهم، هو لا يعاقبهم، هو لا يثيبهم، ولكن ما عليه إلا النصح والإرشاد كما بين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فأنكر الله عليه وقال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ قال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي. وهذا أصله أنه قال خليني وربي، خليني وربي، يعلم الله به أنه ما يريد المعصية لكن غلبته شهواته والله يعذره، قال خليني وربي، خليني وربي. فقال هنا ادخل الجنة برحمتي، فأدخل الله على الجنة برحمة. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه حتى الذي فعل الكبائر وغلبت سيئاته على حسناته لا نجزي أنه بالنار، حتى من فعل الكبائر وهجم عليها وغلبت سيئاته على حسناته لا نجزي له بالنار، بل هو في المشيئة، لأن الله قال رحمتي وسعت كل شيء، ولذلك قال له ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. فقال أبو هريرة الذي نفسي بيده يتكلم بكلمة أو بقت دنيا وآخرته. الحق هذه المسألة فيها إشكال يرد قوي جدا، الرجل كان مجتهدا وعلى طريق العبادة وليل نهار إما صائما إما قائما وفي كلمة واحدة يدخل نار جهنم، المسألة فيها ما فيها من الأمر. هذه أيضا توافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأبي هو وأمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ما ليس بينه وبينها حتى لا يكون ليس بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. أنا أريد الآن رفع الإشكال في هذا الباب، الرجل كان مجتهدا في العبادة بل كان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ومع ذلك قال الله جل في علاه قال اذهبوا به إلى النار، قال والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذه تحتاج إلى 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 توجيه. حل الإشكال في ذلك أمور، الأمر الأول أنه ختم له بالمعصية فلا غرر على العالم، ختم له بالمعصية فلا غرر على العالم. الأمر الثاني بأن نقول بأنه أتى بكبيرتين قبل أن يختم له بها، الكبيرة الأولى أنه قنطهم رحمة الله جل وعلا، الكبيرة الثانية أنه تقدم إلى الله جل وعلا قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة. وهذا كله يثبت لنا بكبر في القلب، يثبت لنا بالكبر في القلب، والله جل في علاه ميزان الخلق عنده القلب، ميزان الخلق عنده القلب. إذن هو تقدم من هذا الله ورسوله، تقدم من هذا الله، وأيضا دل ذلك على الكبر في قلبه، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، قال مثلا ما يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا هنا كأنه نقول الأمر الأعظم من ذلك الكبر الذي في قلبه هو يرى نفسه، يرى نفسه على الناس، فهو نازع الله في الربوبية، نازع الله في الربوبية. فإن سألت والاجتهاد قبل ذلك قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. عفوا، وهذه فيها خطر التجرؤ على عباد الله جل في علاه، وخطر النظر للناس على أنه أعلى منه. ولذلك كان بعض السلف يقول والله ما أخرج من بيتي إلا وأرى كل أحد أفضل مني، يعني بعض السلف كان يقول ذلك، يقول والله ما خرجت من بيتي مرة واحدة إلا وأرى الناس جميعا أفضل مني. نعوذ بالله من الكبر والعجب، ونعوذ بالله من الخزلان. حاتم علق تعليق طيب،
يقول الجهل حال بينه وبين عبادته فتعدى، وده صحيح. ويقول ثمر ذلك الحق انه عنده كبر، عنده كبر، والكبر اجل الجهلات، لان الكبر مانع من العلم. فالجهل نعم كان 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 قد حال بينه وبين ذلك، والا فانت ترى امرا جللا، انا رايته انت قرة عيني هشام حفظك ربي، امرا جللا. الجهل جعل بورسيس العاب من لا 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 الجهل جعل ابن جورج جورج العابد القانت جعله قد وقع في 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 امر كان سببا في بليه عظيمه وقعت وقعت عليه. طبعا اعظم الجهل هنا انه نصب نفسه ربا مع الله. اعظم 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 ما وقع فيه بالجهل انه نصب نفسه ربا مع الله جل في علا. اما الحديث الثاني ففي قول سلم ما من ذنب. طبعا هنا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا من بني اسرائيل هذا لنأتسي نحن لنعلم لنتقي نحن على ما وقع فيه. اه نعم شوف سكينات ايضا بالكلام قوي جدا. قالت بوركتي جزيت الجنه ذاك نفسه من قد ما حكم به، وهذا صحيح. راى نفسه عليه، راى نفسه عليه في هذا الباب. واما في حديث سالم من ذنب اجل ان يعجل ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخله في الاخره، اعوذ بالله، مثل البغي وقت الظلم. الظلم لا دعوه مظلوم، لان الانسان قال واتقوا دعوه، قال قال واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبينها بين الله حجاب. وفي الرواية الأخرى قال هذه في الطبراني قال اتقي دعوة المظلوم وإن كان فسقا، وفي الرواية قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وقد قال الله جل في علاه يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال إن قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك فإنه يبغض الظلم وأقسم قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل العقوبات عقوبة البغي. قال عقوبة في الدنيا أعجلها البغي في الدنيا وفي الآخرة مثل قطيعة الرحم والبغي. يعني هو أعجل العقوبات في أمرين، في البغي وهو الظلم والتعدي على الآخرين، وهذه هي التي يمكن تودي بالجميع. يعني يعيشون في دنكن يرون استمطار العذاب تتلاحق بهم العذابات من الله جل وعلا إن كانت المظلمة ظاهرة ولا تدفع ولا تدرى. فلذلك قال أعجب العقوبات البغي. قال وقطيعة الرحم، وأيضا قطيعة الرحم، قطيعة الرحم هي أعجب العقوبات. لذلك قطيعة الرحم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جنة قاطع، وقاطع الرحم قد لعن الله جل وعلا أو قد غضب الله عليه بقطيعته لرحمه. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أقاربه أهل الكفر يقول وإن لكم رحم، أو قال ولكم إن لكم رحما أبلها ببلالها، أبلها ببلالها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحمكم ولو بالسلام، بلوا أرحمكم ولو بالسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل البر صلة الأرحام. عندما جاء الرجل قال إني أصل قومي وأخطأونني، قال إن كان كما قلت فإنك فكأنما تصفهم المن، وأنت عند ربك لا يفعل مرفوع. فقطيعة الرحم أيضا هي من أعجب العقوبات في الدنيا قبل الأخيرة، كما أن المقابل هي من أعظم الطاعات. قال مثلا من أراد أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فلذلك قال البغي وقطيعة الرحم هي أعجب العقوبات في هذا الباب. والبغي والظلم كما قلنا الظلم سواء بسفك الدماء بغير وجه حق، أو بقطع المال، أو بأخذ المال بغير وجه حق، أو بالتعدي على الأعراض بغير وجه حق، فهذا أيضا فيه تعجيل العقوبة. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. فالفائدة المستنبطة من ذلك مقياس الناس عند رب الناس القلوب، مقياس الناس عند رب الناس القلوب. وهذا ظاهر، الرجل وفق لكلمة ذهب بها إلى النار لما استقر في قلبه من كبر وعجب ويرى نفسه على الناس واستحقار الآخرين. فأما الآخر انكسر قلبه فأدخل الله الجنة. وجوب اللطف، وجوب اللطف عند الأمر أفضل منك وجوب اللطف. الرد على الخوارج، نعم الرد على الخوارج من وين هم؟ العاصي خلاص الجنة هو الآن عايز استدله بالتاني. لا مش استدله بالتاني،
هو ده رد عليهم اللي هو ان هم اعترفوا المعاصي دخل الجنه، لكن اللي دخل النار ده معصيه. ما يقول اي معصيه هيفسر الحديث انها معصيه مش نقول ظاهره غير معصيه. القسم بالذات المقدسه ومنها الاستقصار، القسم من دون الاستقصار، وهذا يعني ان الامر الذي سياتي بعد القسم ايش؟ امر جلل. الخشيه من الظلم، المفروض هذا بينتهي. الخشيه من الظلم دي فائده، نعم، وعاد العقوبه فضل بر فضل زيت الارحام. ستة. لا كده خمسة. خمسة. كم؟ بعد ثلاثة القرآن. خمسة. الخشية من الظلم الخمسة. خلاص نقف عندها. نقف عندها. يعني كيف يحصل ما له الذي يدفعه لسيده؟ بالعمل. يعني أقصد كيف يكون يرو سيدي عليه؟ يعني بعملكه مثلا نص يوم. لا. يوم. هو بقى حسب الاتفاق بينه. حسب الاتفاق. نعم. تفضل. تقول الا يمكن الالزام بالوعد من ناحيه مراعاه المصالح وضبط للمعاملات لانه لا 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 يمكن لانه اصبح بيعتمد في بيعه؟ لا. نعم. الشيخ داود بيعتذر عشان قرر ربنا. الشيخ داود فوق راسنا جميعا. نسال الله ربنا يحفظكم ويسر امركم ويرفع عنا عنكم الغمه والهم.